يا جماعة بجد مش عارفة أقول إيه، همي يضحك وهمي يبكي. التلج دلق عليا كله وعلى كل الأكل اللي بعمله وعلى الأرض، واتبهدل المطبخ كله كله. مش عارفة أقول إيه بجد، بس يلا الحمد لله. وزي ما بنوريكم الحلو كمان بنوريكم الوحش، وبنوريكم كمان الحاجات اللي بنتحط فيها والمواقف اللي بتحصل لنا. ده وقت الفطار المغرب، خلاص المغرب قرب يأذن، قدامه خلاص بتاع ربع ساعة بس. هنقول ايه بقى؟ الحمد لله على كل حال. عايزة اقول لكم ان انا غرقانة بودر، هو الدلق نصه. بس الحمد لله، وقدر الله وما شاء فعل. كل سنة وانتم طيبين.